سلام، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفه سهله وسريعه وتاني صحيه. اصحاب الريجيم يقدروا ينحوا الزبده وينقصوا كميه الزيت. انا نديرها بزاف هاد لاسوب لخاطرش ولادي ما ياكلوش الخضره، وهذه هي الطريقه الوحيده اللي يقدروا ياكلوا الخضره. والتاني الدجاج، وليدي الكبير ما يحبش الدجاج. الوغ نبدا نقلي الدجاج تاعي في زوج مغارف هكذاك تاع الزيت، تقلوهم مليح باش لاسوب تاعكم تجيكم بنينه. مام الخضره راني حنقليها. هنايا زدت حبه طوماطيش قشرتها، وتانيت نحيت لها الزريعه لداخل وقطعتها هكذا دي كوب. غلقت عليها لو طون يدخل طياب الدجاج، ومن بعد نبدا نزيد الخضره تاعي. هنايا درت 3 حبات زروديه متوسطين وزوج حبات بطاطا صغار، وهنايا درت بروكولي والقرعه درت نص حبه باسكو كانت حبه كبيره. نتوما اذا كانت حبه صغيره ديروها كامل. وتانيت مغرفه تاع الثوم، يعني قيس زوج سنينات. وهنا درت الملح، الفلفل الكحال ولي ليغوم ساك. نتوما تقدروا تعوضوهم بجومبو، بصح انا ما نطيبش به، جو بريفير هادو مال لي ليغوم ساك. والخضره تقدروا ديروا واش تحبوا، واش يكون عندكم في الدار ديروه. دي فوا ما يكونش عندي بروكولي نعوضوا بحفنه تاع جلبانه باسكو ما ياكلوهاليش. تانيت تقدروا في بلاصه القرعه ديروا هذاك بوتيغون، تقدروا ديروا كلش على ضربه، يعني واش يكون عندكم في الدار ديروه. ونمرق ونغطي عليها حتى تطيب الخضره. لاسوب كل واحد كيفاش يحبها، كاين يحبها ثقيله، كاين يحبها خفيفه. انا نحب هذا جافل وتي خفيفه شويه. اذا كي ريحيتوها شفتوها باللي مازالها ثقيله، تقدروا تزيدوا لها شويه ماء سخون، ومام تقدروا تحطوها تغلي غليه وتطفوا لها. واذا خفتوا تجيكم جاريه، تقدروا تنقصوا هذاك لو بويون في ان بول، ومن بعد ترحوها وتبداو تزيدوا في هذاك لو بويون بشويه حتى توري لكم كيما تحبوها. وهذاك لو بويون اذا قعد لكم تقدروا طيبوا به دوران لي 3 جوغ كي سويف. تقدروا اذا درتو كش حاجه تاع خضره تقدروا تمرقوا به، ولا تمرقوا غير بالماء. واذا ما استعملتوش تقدروا مام هكذاك بارد تسقيو به لي بلونت تاعكم، سي دي فيتامين لي بلونت تاعكم. درو تاني طيبوا فيه الروز، ولا مام ديروا به ان ريزوتو. وكي تسربيو لاسوب تاعكم تقدروا هذا جوست بور لا ديكو تزيدوا يا لا كريم فريش ولا لا كريم ليكيد. تقدروا تزيدوا تاني اذا ما عندكمش بتي سويس ولا ياغورت ناتور، تزيدوا له غير شويه ما، وتحطوا اون كويير في الوسط، وبالكوردون ديروا هكذا لي تري هادوك، وتحطوا بيرسيل ولا كيما تحبوا. وانايا جاكومبان لا سوب تاعي بهاد لي كروتون اللي تقدروا ديروهم في الدار. جوست تقطعوا هذاك لو بان دمي دي كاري، ولا نيمبورت كال خبز تقدروا تحطوا هكذاك الخبز الطويل تقطعوه كيما باش ديروا البان بيردو، وديروا له شويه زيت، تحبوا بيرسيل ملح فلفل كحال، تحبوا ديروا له الثوم كيما تحبوا تاسيزوني، والخبز تاعكم تاسيزوني واه، وتحطوه في الفور نار قليله حتى يبس، وديروا تاكومباني ولي سوب تاعكم به، يجي تري تري بون. فوالا، مع دي مونشون ولا دي كوكا ولا مام اون سالاد راح يكون عندكم عشاء ولا فطور خفيف. سورتو اللي دايرين ريجيم. فوالا، ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. من الوصفه الجايه ان شاء الله نقول لكم دمتم في رعايه الله وسلام.